ما أروع وأجل السلفا بالتقوى قد حازوا الشرفا فرجال ونساء صدقوا وأتموا العهد بكل وفا سيرهم بحر زخار طاب لمن أقبل واغترفا طاب لمن أقبل واغترفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة من حلقات برنامجكم المبارك الذي سنتحدث فيه عن خديجة بنت خويلد. هي خديجة بنت خويلد بن أسد القرشية الأسدية. كانت خديجة من أوسط قريش النسبة، وكان أبوها سيدا من سادات قريش، وكانت داره الرحيبة قريبة من الكعبة، وقد نشأت من طفولتها على العفة والأدب حتى لقبت في قومها بالطاهرة. سمعت خديجة بمحمد بن عبد الله الملقب بالأمين فاختارته ليتاجر لها في أموالها، وكانت تبعث معه غلامها ميسرة في رحلاته التجارية. وكان ميسرة يرى من النبي صلى الله عليه وسلم الصدق والأمانة ومكارم الأخلاق، فرغبت في الزواج منه وأرسلت إليه من يعرض أمر الزواج، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها، وهي أول من دخل في دين الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي أول مرة رجع إليها فأخبرها فآمنت، ولما رجع إليها ترجف بوادره وقال لقد خشيت على نفسي، فقالت له مطمئنة إياه كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق، وهي من المبشرين بالجنة. فقد أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا محمد هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني، وبشرها في الجنة بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، وهي خير النساء لما تحلت به من خصال الخير وقوة الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا، وكان يمدحها حتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها غارت منها ولم ترها. توفيت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، فحزن عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد الأمر شدة وفاة عمه أبو طالب في العام نفسه، فسمي ذاك العام عام الحزن، فرضي الله عنها وأرضاها. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، وإلى حلقة قادمة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أروع وأجل السلفا بالتقوى قد حازوا الشرفا فرجال ونساء صدقوا وأتموا العهد بكل وفا سيرهم بحر زخار طاب لمن أقبل واغترفا طاب لمن أقبل واغترفا.